السلام عليكم شباب. هذا بيض شو جاي طحنة صيرة هيك هذا كله ابيض صار طحين. هسه عندنا حاليا بعد العدس. أكيد هو اشتغل والله. هذا العدس سكملنا. هذا ارقى ثالث يوم بعد عندي غير مواد بس مو هسه حاليا قاعد اطلع. الله وبركاته. صباحكم الله بخير حبايبي. لاني بعد ما قعدت في البلدريل براغي صار انا هذا الشكل. بعد ما عندي مشكله بين خصوصا عندي هذين الاثنين كانوا هنا انا شلتهن خليتهن مؤقتا ادخل القناه للوجبه الثانيه هنا خلاص ننظفها ونرتبها. هذنيت الخانات بين ما اغسلهم وانظفهم كلهم نشوف كل الوسخات. ها عندك ذني هاي نظف القاعيه حتى اخلي الخانات هنا الثانيه السنه الثاني انه بيوتهم. ذني اخر مره العام وعفتهن بعد ما نظفتهن. ما عليه شيء سيد نرجع نجدد. شباب محتاج فحل هاجر من رصاصي اللي عنده محتاج واحد والله. خليه بالماء شوي يتنقع عن ضبطه ويا الصواني همن سويته كله قطعه واحده. كله قطعه واحده صار شديده بسيامه. هسه راح اعلقه هناك
الشباب تنصحوني اطبق طبقات قويه مال يعني اقصد مو قويه اقصد يعني هوايه مال ضغر الحوض بس خمس زواج بس انا عندي حاليا ثنيته بس عشان اقرر ثنيته بخمسه اخليهن للطيور الحوض بس اما هذني قلت انا اخليهن فناجز شوف شنو اسجل مستقبلا انا اخلي بيهم شو تقولون كتبوا لنا تعليق رايكم بالتعاليق قلت كتبوا لنا تعليقكم بالراي يعني أربعة هنا خمسة هاي الثالثة خلني هنا طير صارن ثلاثين هسا راح أشدهن هاي اطباق مالتهن هذا كله بالحاضنة هذا انا سويتهن شباب صار بهذه الطريقة عندي هناك زوج طبقت نسيا رصاصية وفحل زيتوني وهذا اللي باقيات اللي صارن بس مشربيات ما عندي خلصت لازم اشتري مشربيات الباقيات لان يعني العام جبت تقريبا 50 مشربية وكلهم تكسرن وفرمان و انا ما موسم واحد بس ان شاء الله الجمعة اروح اجيب هاي المشربيات شو اسمه هذا؟ طيور؟ يعضج؟ قل لي شلونك؟ قل لي سوي لي باي باي. يلا تعال. تعال بابا تعال خوفني الطيور تعال طلعي. قل لهم غزال قل لهم شلونكم؟ هنا بالتليفون بالتليفون. جبي. هذا فيديو جديد ان شاء الله. جبت حلقات لأحد البيجات بالفيس والله خوش شغل عشيدة هسه راح خليكم عنوانه اللي حب يواصل من عنده لأني عنده 50 حلقة يبيحن 25 واصل تجدون كانت لها هاي هنا عنده أفراح يتحلق هنا هسه حاليا جولدن بعد ما بشي بنغالي لازم ابيك يعني الطب بالحلة تطلع الجاو ماكو شي هذا الجولدن ايش فيه شذا يمي عندك هذا البيت بس ايش ماكو شي هذا ماكو شي هذا ماكو شي هذا ماكو شي على فارغ هذا صار هوسه هم مقشي هذا مقشي هذا مقشي هذا يعني بيضة وحدة هذا الثاني هم ماكو شي
هذا باقي شيء. هذا براحته فرشات ما شاء الله. وهذا تشوفون في وجه شبالي. المهم حبايبي هنا صار عندكم هنا ايش ترتيب هسه احاول اشوف رقم ثاني بس خلنا حد يذني البغات اثنين كبار يعني البارحه بالليل جاب لي الحلقات فما لحق عليهم عادي مو مشكله شباب طبقت هذا الزوج هذا ريمبو وطبقت هذا الزوج هذا فحل مشكلة كذا بصافي. لأني بعد والله ما أقرر أصبي ولا لأن مشروبيات مو عندي. وعندي هذا الزوج جوي حاليا. تفضل. هذا الفرق ماله. طلع عندي ألبيني وأبيض مات يعني هنا أول مبيض هنا مازقنا عدل أول مبيض مازقنا عدل عادي فدوة الله يعوض هاي طيور الحب بس جلتين جلتين حنطك جاي ياكل بعدها وبعد الحمام الملكي هم صافي كل شيء ماكو ابشركم صاف صاف ناخذ كذي كل شيء ماكو شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعمونا شوي سوونا واهس والله جانا نتعب اي واحد يشاهد المقطع لايك وتعليق حلو والله يا ما عندي شيء وياكم يلا تيمو لله